اخويا سوفي، الله يعطيك الصحه، الله يبارك فيك اخويا. الباكور بسم الله. اي 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 الباكور، تبارك الله، خيرات البلاد، اللهم بارك، تبارك الله، اللهم بارك. شي حاجه معتبره، تبارك الله، تبارك الله. ها انتم تشوفوا الخير ديال ربي سبحانه وتعالى. بدايه موسم الباكور المنطقه الشرقيه، ها انتم تشوفوا، تبارك الله، برقوق سماش، تبارك الله عليكم الخوت. نهار كبير هذا، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال او في صحه جيده. دائما الجديد مع اخوكم عبد اللطيف القنوري، هنا في الطريق الرابطه ما بين بركان الرقاده وجده، كما كتشوفوا منتوجات طبيعيه ما شاء الله، اللهم بارك. هيا بدايه موسم الباكور، تبارك الله، بدايه موفقه ان شاء الله. هيا اليوم دخلت الباكور في مدينه بركان بثمن 50 درهم، كما كتشوفوا باكور ديال زايو، هذه كما كتشوفوا ما كان لا زيت لا حتى شي حاجه، هذه طايبه على حقها وطريقها، تبارك الله. بدايه موسم الباكور، اللهم بارك يا رب العالمين، كما كتشوفوا تبارك الله منتوجات طبيعيه. هنا في الطريق ديال الرابطه ما بين وجده بركان الرقاده، عند الرومبا هنايا ديال الطريق الدائري، كما كتشوفوا الاخوين هنا كيبيعوا هاد المنتوجات ديال الفلاحه وديال البناء، وكذلك كما كتشوفوا الخيرات، تبارك الله، والله العظيم الا كتفرح ملي كتشوف هكا المنتوجات الطبيعيه ديال البلاد، اللهم بارك. برقوق عندنا سيدي المشماش، تبارك الله، كما كتشوفوا، اللهم بارك، منتوجات ديال البلاد. هانتوما تشوفوا تبارك الله، هذا كيسميتو هذا؟ بوناصر. اه هذا هو الكرموس ديال بوناصر، تبارك الله. فين راه واصل الثمن ديال هذا؟ 30 درهم الكيلو، تبارك الله. والباكور هذا العام دخلت الدخله ديالها ب 50 درهم، تبارك الله، اللهم بارك، الحمد لله. هانتوما تشوفوا منطقة ديال زيو، اللهم بارك. السلام ورحمة الله، تبارك الله. انتم تشوفوا الخيرات البلاد، اللهم بارك. وما نساوش برقوق، وكذلك الحب الملوك، حب الملوك حتى هو راه، تبارك الله، هنايا، تبارك الله، اللهم بارك. مين كتشوف هكا الخيرات، تبارك الله، تفرح، والله الا تفرح. وما نساوش عاود المزاح حتى هو راه هنا بكثرة، تبارك الله، منطقة ديال المزاح، المزاح ديال المنطقة ديال زكزل، تبارك الله، كما كتشوفوا جودة عالية ما شاء الله. كما تشوفوا باكور، يا الباكور، الله يبارك، تبارك الله، خيرات البلاد. هاي الشريحة، هاي الشريحة، تبارك الله، ممتازة. هانتوما تشوفوا فيها لا زيت لا حتى شي حاجة، هادي طايبة على حقها وطريقها، تبارك الله، الجودة، الجودة، اللهم بارك. يا صاحبي خير، تبارك الله، والله لك من تشوف بحال هكا الخيرات البلاد تفرح، اللهم بارك، اللهم بارك، تبارك الله. البرقوق، البرقوق البلدي هذا، تبارك الله، هذا مقلع عليه هذا الصباح هذا، انت تشوفوا مش عاود مشمش هذا، راه عند العشاق ديالو، تبارك الله، البلدي هذا المشمش الاحمر، تبارك الله، ببوش، تبارك الله، حتى هو عنده العشاق ديالو، البوش ديال المنطقة ديال الزوان والنواحي، تبارك الله، كما كتشوفوا عامرة، تبارك الله، اللهم بارك. و
وما نساوش السي مصطفى احسن صانع قهوه. اخويا مصطفى تحياتي لك، العز ورضا، الله يحفظك، الله يبارك، الله يبارك. اخويا سفيان الله يعطيك الصحة، الله يبارك فيك اخويا. بسم الله. الباكور تبارك الله، خيرة البلاد، اللهم بارك، تبارك الله، اللهم بارك. شي حاجة معتبرة، تبارك الله، تبارك الله. هانتوما تشوفوا الخير ديال ربي سبحانه وتعالى. بداية موسم الباكور، المنطقة الشرقية، هانتوما تشوفوا، تبارك الله. برقوق شماش، روح اخويا مصطفى، الله يعطيك الصحة اخويا، برافو عليك، عز ورضا. الله يعطيك الصحة اخويا مصطفى، الله 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 الله، الله يعطيك الصحة. شوف 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 تبارك الله، شكرا هاودة ولا بحال عسل، تبارك الله، الله يعطيك الصحة. بسم الله، شكرا اخويا مصطفى، الله يحفظك. هذه القهوة ديالنا طريق وجدة الرقادة بركان. انا كنتواجدو عند السي عبد الله اللي كيبيع الماشين، تبارك الله، ديال الخارج هنايا، شي حاجه اللي مزيانه. هادو الماشينه تاع من هادو ديال الغازو، هادو ماشينه ديال الغازو، حتى هذيك ديال الغازو، وفين كيطرا واحد الاثمنه ديالهم يعني بالنسبه لهاد الماشين؟ الثمنه ما محدوداش من 800,000 درهم، 1200 درهم، 800 درهم حتى 1000 درهم، تبارك الله، 1200 درهم. وهذيك الماشينه اللي راه لها هذيك 170 170 1700 درهم. تبارك الله، هذه ديال الغازو، هذه هي اللي كتقص الغازو. وهذه واش هي هذه؟ هذه ماشينة الزليج، ماشينة ديال الزليج ديال سبنيور. تبارك الله، عندك حويجات زوينين هنا ما شاء الله. هذا واش هذا؟ ديال الماء، اللي كيجبد الماء. مزيان، تبارك الله. السي عبد العالي كنشوفوا عندك هنا صويرحات زوينين، هذا واش هذا؟ هذاك مارطو بيكو، المارطو ديال الضو، ديال الضو. بالنسبه للثمن ديالو شحال يتراوح الثمن ديالو هذا؟ 1700 درهم كما كتشوف. هذا المارطو هذا، وشفنا مجموعه من الحوايجات الزوينين كما كتشوفوا، لاشينيور، لاميل، تبارك الله. وبالنسبه انت واش كتبيع وتشري ولا كيفاش؟ نبيع ونشري، اللي عنده شي حاجه من الخارج نشري عليه، اللي عنده شي حاجه من الخارج تشري عليه، وكذلك كتبيع للناس، تبارك الله. هذا واش هذا؟ هذاك الموتور ديال الشجر، الموتور ديال الشجر اللي كيقص الشجر. مزيان. بالنسبه للثمن ديالو فين تروح كاع الاثمنه؟ هذا 600 درهم، من 600 ل 800 درهم. هذا الخلاط وقيله ديال ديال القبص. لا مزيان، تبارك الله، عندك لاشينورات هنا، لاميل، عندك بزاف ديال الحوايج، تبارك الله. الحويجات هادو كاع ديال الخارج، ديال الخارج كلشي. وبالنسبه هادو ماركه، يعني شي حاجه اللي ماركه ولا غير؟ بوش، بوش ماركه ديال بوش، ماكيطات ديوات، تبارك الله. مزيان هادشي، يعني البوستات ديال السودور راه كاينين، عاود لا بوست ديال السودور هذوك اللي راملي، هذوك ديال الضو، دابا بالضو شي ديال الضو عندنا. مزيان. وبالنسبه للمكان ديالك دائما راك هنايا؟ ديما انا عاد السبت والحد ديما كنكونش. تبارك الله، ها هو السي عبد العالي راه هنا في الرومبا كما كتشوفوا، ديال الطريق ديال الدائري بركان وجده الناظور. هانتوما تشوفوا كيبيع حويجات زوينين ما شاء الله، الله يبارك اخويا عبد العالي، الله يبارك، الله يسخر اخويا عبد العالي. هانتوما تشوفوا الحويجات كاع ديال اللي كيستعملوهم في الفلاحه وديال البني وديال كل شيء، راه هنا خاصو شي حاجه كاينه، كل شيء عندنا، تبارك الله، تبارك الله، كل شيء راه كاين. وكذلك الا بغى شي واحد يبيع شي حاجه، ها هو السي عبد العالي راه هنا يشري عليه، وعاود الا خصو شي واحد يشري شي حاجه و... مزيان مزيان مزيان، الله يسخر اخويا عبد العالي، الله يسخر، الله يسخر. مزيان.